موضوع حلقتنا اليوم هو كيفية إنجاح عملية التلقيح عند الأرانب. لهذا الغرض معنا السيد ياسين صاحب مزرعة إياد فيرم الذي سوف يعطينا مجموعة من التوضيحات بخصوص هذا. السلام عليكم مرة أخرى ومرحبا بقناة طيور تي في والمشاهدين ديالنا، وأبوابنا ديما مفتوحة لقناة طيور تي في وكاع المشاهدين اللي بغات تشوف شي حاجة حنا رانا الإشارة مرحبا. اليوم نخصص إن شاء الله هذه الحلقة على طريقة تلقيح الأنثى بطريقة ناجحة، يعني كيفاش نعرف بأن الأنثى أون شالور يعني واقفة على التلقيح، وكيفاش غادي تتم العملية ديال التلقيح ديال هذه الأنثى. ناخذ مثلا حنا الأنثى عندنا سبحان الله العظيم الأنثى ديال الأرنب النهار اللي تتولد عندك ما بين 6 حتى 10 السوايع الرحم ديالها ترجع لبلاصتو، يعني يمكن لك تلقحها من نهار من بعد الولادة ديالها، من بعد الولادة ديالها اللي درنا ليها. وفي عملية التلقيح باش نعرف أنا بأن الأنثى أون شالور، ناخذ مثلا هاد الأنثى هادي وغادي نشوفوها واش أون شالور ولا لا. بسم الله انتما كما تشوفون هنايا عندنا الأنثى بالغة، يعني فاش تبدا الضربة ديال الأنثى ديال الأرنب من فوق 5 شهور، يعني من 5 شهور فوق تنبداو نعطيوها للذكر. وباش نعرفها بأن أون شالور تنهزوها تنديرو يدنا ديما من التحت باش نعاونها على الثقل، وتنقلبو التحت ديالها خاصو يكون اللون وردي ماشي بيض وماشي فاتح، خاصو يكون وردي. والطريقة ديال التلقيح ديالها هي خاصنا ديما نديو الأنثى للقفص ديال الذكر، ما يكونش العكس، ديما ندي الأنثى للقفص ديال الذكر. مثلا غادي نديو هاد لاغاس هادي مع السولادة خطا، هنا عندنا ذكر بالغ وغادي نحطوهم جوج. كما تلاحظوا هنايا الذكر راه مع الأنثى، ونحاولوا ما نطولوش المده بيناتهم باش ما يكونش الشجار، لان الأنثى تتكون سنسيبل شويه قدرت يضرها الذكر وتسعر عليه. دونك حنايا باش نتفاداو المشاكل ما تنطولوش المده بيناتهم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة، شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.